من المناطق الحضرية المشهورة في محافظة الفيوم منطقة إسكان التعاونيات أو تعاونيات الفيوم، مشهورة كده المنطقة دي، منطقة التعاونيات دي المفروض منطقة حضرية والمفروض فيها خدمات، المفروض الحكومة بنت هذه المساكن التعاونية قبل سنين كتير وبنتها حسب التخطيط وحسب المعايير المتفق عليها برعاية وزارة الإسكان، وقتها كانت وزارة أيضا التنمية المحلية، ما كانش لسه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي أخد البلد في وشها. ومن يوم التعاونيات دي ما اتبنت والصيانة صفر والرقابة صفر والتحديث صفر والخدمات صفر، وهم احنا بنينا تعاونيات سلمناها للمواطنين، وانت يا مواطن بقى انت ونصيبك. النهارده لقينا سيادة المحافظ، محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، رايح يزور مساكن التعاونيات. ليه؟ قال لك عشان يتابع اعمال الرصف والتجميل بمنطقه التعاونيات. طب يا سيادة المحافظ، اهالي التعاونيات بقالهم سنين بيشتكوا ان شوارع التعاونيات اتحولت لمستنقع من صرف صحي، مفيش اسفلت، بيوتنا بتقع، مفيش خدمات، كهرباء مقطوعه. فالنهارده رايح تجمل التعاونيات، واكتشفنا بعد كده انه بيجمل مدخل الطريق بتاع مدخل التعاونيات وهيرش عليه شويه جير، وده نشاط سياده المحافظ. طب سعادتك ما تبص بصه كده على شوارع حي التعاونيات بالفيوم، واللي مع الاسف حسب كلام المواطنين اتحول لمستنقع صرف صحي. الخبر ده من امتى؟ من 2015. تقول لي انت جايب لي خبر قديم ليه؟ اقول لك لا، بس اصبر عليا. 2015 كان المشهد ده، 2017 كان هذا المشهد. حط لي الخبر اللي بعده، اهالي التعاونيات، ايوه 2017، اهالي تعاونيات الفيوم بيستغيثوا من غرق المنطقه في الصرف الصحي. جينا النهارده احنا في 2023، ايضا اهالي التعاونيات بيستغيثوا من غرق المنطقه. او الاول نروح ل 2018 قبل ما اعرض لحضراتكم الفيديو. احنا 15 17 2018 اهو، مساكن التعاونيات في الفيوم بيستغيثوا حتى بالصحافه، لما الحكومه ما سمعتش بيستغيثوا بالصحافه. النهارده ايه الحال بقى؟ النهارده شوف بقى الفيديو بقى. النهارده الحال ان اهالي التعاونيات لحد النهارده في 2023، من 15 17 19 قبلها 18 ولحد النهارده المجاري ضربه بالشكل ده. شغل يا سيدي الفيديو عشان سياده المحافظ اللي النهارده رايح يجمل مدخل التعاونيات يبص على الناس اللي عايمه في المجاري بقالها 6 7 سنين. اكتر من شهر من عيني موضوع المجاري، اولادنا مش عارفين يعدوا يروحوا المدارس. انا شايف كده متهيألي مش عارفين تعدي من المجاري زي ما حضرتك شايف. الميه غرقانه خالص، المنطقه كلها غرقانه، سبع عمارات حضرتك مش عارفين يروحوا مصالحهم. مئات الموظفين ومئات الموظفات والعديد من الطلبه والطالبات مش عارفين يروحوا مصالحهم ولا المدارس بسبب المياه المجاري. انتوا صحيح ما بلغتوش السيد رئيس الهيئه بالموضوع ده؟ بلغنا السيد رئيس الهيئه اللي هو هشام، وقال هيبعت لنا حد وما بعتش حد من ساعتها. طب مش كان من باب اولى فلوس اللي صرفها سيادته النهارده على تجميل مدخل التعاونيات وزراعه شويه ورد وفيكس وفل وياسمين يحل ازمه الناس دي؟ مشاكل حتى مش في قلب التعاونيات، ده العزب اللي تابعه للتعاونيات زي عزبه فرحات مثلا، العزبه دي غرقانه كده في الصرف الصحي بقالها سنين، محدش بيدور عليها، حس انها خارج الوطن، خارج الجغرافيا، خارج التاريخ، خارج الزمن. سياده المحافظ لما قرر النهارده يزور مساكن التعاونيات او حي التعاونيات في الفيوم، راح لهم بشويه شتله شجر وشويه بويه وجير عشان ينظف المدخل بتاع التعاونيات. والناس جوه سيادته لو دخل بالجزمه بتاعته اللي طبعا هو هيخاف عليها تتوسخ، لان انا اسف عربيه سعادته مش هينفع تخش التعاونيات لان الاسفلت متكسر والميه محوله الطريق لبرك والشوارع ضيقه فمش هيقدر يخش. لكن لو دخل بجزمه سعادته جوه التعاونيات هيغرق او هيعوم مع الناس في المجاري، لكن هو فضل من بره كده شويه جير وشويه ورد. واكتب لكم تحيا مصر وحياة كريمة ومدينة نظيفة متطورة تحت رعاية سيادة المحافظ، وفي مش عارف بإملاءات وشروط سيادة الرئيس وسيادة الوزير. ده اللي عمله النهاردة محافظ الفيوم
واحدة من أسوأ الأماكن اللي موجودة على أرض المحافظة مساكن التعاون.